طيب، السلام عليكم. ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. انا اسمي عمرو حسام، طالب في كلية حسابات ومعلومات في الفرقة الثالثة جامعة دمنهور نور، ودي اول سيشن في ليفل 2 في الاي سي بي سي. طيب، اكيد طبعا انت عرفتوا من الاورينتيشن سيشن عن النظام بتاعنا، بس خليني اعمل عليه ريكاب سريعا. احنا عندنا في الاسبوع 2 سيشنز. اول سيشن دي لكتشر، دي زي السيشن دي بالظبط، اللي احنا بنشرح فيها توبيك معين والمفروض اللي انت بتحل عليه وبتحاول تتمكن منه. تاني سيشن بيكون عندنا المنتورنج، ودي المفروض بيكون فيه شخص بيحل معاك المسائل اللي على التوبيك ده. طيب، بعد السيشن على طول بيكون فيه مسائل على الفي جادج، ده موقع كده زي كود فورسز، بس هو بيجمع المسائل من كذا موقع وبيعملهم جادج، يعني اللي هو يسبمتهم وكده. فده احنا عاملين عليه جروب اي سي بي سي دمنهور ليفل 2، وده بتشرح عليه كل المسائل، بيكون قصدي موجود عليه كل المسائل اللي المفروض تحلها. طبعا انا بنصح جدا المفروض اول ما تخلص السيشن تحل المسائل، عشان انت لسه واخد المعلومات وعلى طول تطبق اللي انت فهمته يعني. بس كده، خلينا نبدأ. السيشن بتاعت النهارده بعنوان توبيك مهم جدا وانا بحبه جدا، يعني اسمه نمبر ثيري. نمبر 3 دي من الاسم، هي نظريات على الأرقام. بنشرح فيها، بنتكلم فيها عن الأرقام وعلم الأرقام، ايه الباترنز اللي ممكن موجودة في الأرقام، حاجات زي البرايمز، ازاي الأرقام بتتكون، الديفايزرز، الجي سي دي والال سي ام. يعني في ماس في الموضوع، بس هو جزء ممتع جدا ومهم جدا، عشان هو بيجي طبعا في الاي سي بي سي والاي سي بي سي، وبرضه الـ ICPC World Finals معظم المسائل أصلا بتكون ماس ومبنية على Number Theory والكلام ده كله. وفهمك للـ Number Theory بيسهل عليك حاجات كتير جدا. في مسألة ممكن تعملها Implementation، الـ Number Theory مثلا ممكن تحلها لك by Observation، بس تحلها بالـ Number Theory وهكذا. طيب، خلينا نبدأ. ملحوظة، احنا السيشن دي كانت اتعملت لايف يوم الجمعة اللي هو كان 14/10/2022، بس واحنا بنسجل اول تلت ساعة ما تسجلتش للأسف، فقدناها يعني. فأنا هسجل هنا اول تلت ساعة الجزء اللي هو اللي أنا كنت شرحته في السيشن لايف، وبعد كده هتخشوا على الفيديو اللي هو كان يوم 14/10 اللي أنا سجلت فيه بقية السيشن. فهنا أنا هتكلم بس عن اول تلت ساعة موجودة في السيشن. طيب تمام، نبدأ. بسم الله. طبعا أنا زي ما قلت لكم نمبر سيري ده توبيك بيتكلم عن الأرقام وكده. خلينا ناخد الوايت بورد ده مثلا، الاجنده قصدي الاجنده مثلا هنتكلم النهارده عن البرايم نمبرز والفاكتورايزيشن والبرايم فاكتورايزيشن، وحد اسمه سيف عامل نظريه جميله جدا يعني. طيب، خلينا نجيب الوايت بورد ونشوف كده ايه هو التوبيك ده. طيب، في البدايه كده يعني ايه اصلا الارقام اللي عندنا دي عباره عن ايه؟ فاحنا عارفين مثلا الارقام دي بتتقسم لحاجتين، ارقام اللي هي بتكون أولية أو برايم نمبرز، وأي رقم مش برايم نمبر بنسميه كومبوزيت نمبر. طيب، أنا كده عندي هنا برايم نمبر وكومبوزيت نمبر، الأعداد المركبة يعني. طيب، خلينا كده نرجع للماس بتاع إعدادي مثلا أو ابتدائي حتى. البرايم نمبر ده احنا عارفين اللي هو رقم مش بيقبل قسمة غير على نفسه وعلى واحد، او رقم ليه 2 ديفايزرز بس او ليه 2 فاكتورز بس، حاجه مثلا زي 7. هل هي برايم نمبر؟ اه، لانها بتقبل قسمه على 1 و7، الفاكتورز بتوعها 1 و7. طيب، ال8؟ لا، مش برايم نمبر لانها بتقبل قسمه على 1 وال2 وال4 وال8، فهي كده ليها 4 فاكتورز. طيب، ال2؟ اه طبعا هي برايم نمبر لانها بتقبل قسمه على ال2 وال1، فهي ليها 2 فاكتورز بس، فده كده ده برايم نمبر. طيب، حابب اقول لكم فاكت ان البرايم نمبرز كلها ايفن، اود قصدي، ما عدا الاثنين. الاثنين هو الوحيد اللي ايفن او زوجي، بعد كده كل الارقام بتكون اود. يعني دي ارقام البرايم 13، وعندنا ايه تاني؟ اه، عندنا 17 الخ. فدي كل ارقام البرايم. فدلوقتي انتوا عرفتوا ايه هي الارقام البرايم. هو رقم ببساطة مش بيبقى القسمة غير على نفسه والواحد بس، وعندنا فاكت بتقول ان كل الارقام البرايم فرديه ما عدا الاثنين هو الوحيد اللي زوجي. طيب، هل الواحد رقم برايم؟
لا، لان الواحد ده بيقبل اسمه على نفسه بس. بس هنا حصل اشكاليه كده مع العلماء يعني، بس الماثيماتيشنز ده حلوها وقال لك لا، الواحد هو رقم مش برايم، لان هو ليه ديفيزور واحد بس اللي هو الواحد، مالوش مش بيتقسم على حاجه تانية يعني. فالواحد هنا رقم مش برايم، دي حاجه مهمه لازم تعرفوها. طيب ايه هي الكومبوزيت نمبر؟ الكومبوزيت نمبر ببساطه هو اي رقم مش برايم، او اي رقم بيتكون من ضرب عددين بوزيتيف او عددين حقيقيين او جمع عددين حقيقيين. طيب ايه هي الكومبوزيت نمبرز؟ مثلا حاجه زي ال 12 دي كومبوزيت نمبر. ليه؟ لانها مثلا بتتكون من ضرب 2 في 2 في 2 في 3، او 2 في 4، ايه قصدي 3 في 4، فهي بتتكون من ضرب عددين حقيقيين. طيب ال 36 نفس الكلام، 2 في 18، فهي بتتكون من عدد من عددين حقيقيين. فدي كل الكومبوزيت نمبر، طبعا هي بوزيتيف مش نيجاتيف. فالكومبوزيت نمبر دي اسمها عدد مركبة لانها بتميك اب من ارقام برايمز. طيب هي ازاي بتميك اب من ارقام برايمز، او ازاي بتتعامل من ارقام برايم؟ حاجة مثلا زي ال 12 احنا قلنا اللي هي عبارة عن 3 في 4 صح؟ لو جيت فكرت الاربعة دي هتلاقي ان اساس اصلا رقم 4 ده رقم برايم اللي هو 3 في 4، وهفك الاربعة ل 2 في 2، فدي الكومبوزيت نمبر. وعموما معلومة، الأرقام البرايمز تقدر تكون لك أي رقم موجود يعني، جيب أي رقم في الدنيا هتلاقي مكوناته أصلا أرقام برايم، ودي فاكت مهمة جدا ولازم تكونوا عارفينها. تمام، طيب خلينا كده مثلا ناخد رقم زي 36 ونفكر في الديفيزرز بتوعه. فرقم زي 36 مثلا، ايه هي الديفيزرز بتوعه؟ الديفيزرز دي اللي هو بيقبل اسم يعني، مش بيسيب باقي اسم، اللي هو الريمايندر. الريمايندر لما بقسم الاسم، لما بقسم مثلا 4 ل 2، هل في باقي اسم؟ لو نرجع كده لورا بالقسمه المطوله، الاربعه ل 2 هيبقى 2 بس، ما فيش باقي اسم، ما فيش كسر او حاجه. فالديفيزور هو الرقم اللي بيكون فاكتور للرقم ده، وفي نفس الوقت بيقبل اسم عليه. ف لو جينا مثلا عملنا ال 36، ايه هي الديفيزور الصح؟ فيكون 1 و2 و3 و4. هل 4 بتقسم 36؟ اه، وعندنا 4 وعندنا 6 وعندنا 8 وعندنا لا 8 مش معانا، 8 مش بتبقى اسمها 36. عندنا ايه تاني؟ اه عندنا 12 و18 وال36 نفسها. تمام، في رقم ناقص، ال12 وال18 وال36 وال6، في رقم ناقص ايه هو؟ تمام، 1 و2 و3 و4، ايه الرقم الناقص؟ كتبنا 6، تمام. هو غالبا مفيش ارقام ناقصة، اهو الديفيزرز بتاعها 1 2 3 4 5 6 7 8. تمام، طيب خلينا نفكر ازاي مثلا نقدر نجيب الديفايزرز بتوع الـ36 دول بالكود. مثلا مش احنا قلنا الديفايزرز دول ارقام بتقبل اسمها ومش بتسيب باقي اسمها؟ فده احنا خدنا حاجة زي كده موجودة، اه الرقم ناقص 9، احنا نسينا 9، الـ4 في 9 بـ36، فده ديفيزور كان ناقص. فدي كده كل الديفايزرز بتوع ال 13. تمام، خليني اكتبها بشكل احسن، 9 و12 و18 و36. تمام، طيب حاجة زي كده احنا ممكن ازاي نعملها بالكود؟ ف حد ممكن يفكر اللي هو النايف سولوشن مثلا، اللي انا هعمل لوب من 1 لحد ال n واشوف لو هو بيبقى الاسم عليه يبقى ده ديفيزور ليه صح. فخلينا نعمل اللي احنا قلنا ده بالظبط، انا هاخد الانبوت هعمل ان وهمشي لوب من اول واحد لحد ال n. بس ولو ال n دي بتبقى الاسم على ال i ومفيش باقي اسمه، انا بجيب المدرس يبقى كمان مفيش باقي اسمه، هسي اوت الديفيزور ده من i. طيب نرن مثلا ونشوف. تمام، 36، فهو جاب كده كل الديفيزورز بتاع 36. ممكن عشان عارف ان الواحد والرقم نفسه هيبقى القسمة،
فممكن أبدأ من اتنين مثلا. فدي كده كل الديفيزرز بتوع ال 36. طيب هل دي احسن طريقة اجيب بيها الديفيزر؟ لا، دي مش احسن طريقة، في حل احسن. في فكرة عايز اقولها، ان اكبر رقم ممكن الرقم يقبل الاسم عليه هو نفسه، يعني مفيش ديفيزر اوف ان اكبر من الرقم نفسه، يعني دي معلومة منطقية جدا، مفيش حاجة اسمها كده. عشان يعني حاول تخلي الفاكت دي في دماغك على طول، حاول لما تسمع عن حاجة توبك معين تروح تدور على الفاكتس بتوعه، عشان دي اللي هتثبتها في دماغك. فحاول تقرا الفاكتس دي كتير، عشان هي اصلا الفاكتس دي بتكون الكي بتاع الحل في المسائل. طيب حاجة زي كده احنا ممكن نعملها اوبتمايز ازاي؟ خلينا نفكر مثلا في اوبتمايزيشن ممكن نعمله. لو احنا مثلا كتبنا الديفيزورز بتوع 36، فهما الواحد والاتنين والتلاتة والأربعة والستة والتسعة والاتناشر والتمنتاشر والـ36. طيب لو أنا خدت أي رقمين مثلا، اف في بيساوي ان، لو مثلا خدنا الاتنين في 18، ال a دي باتنين وال b بـ18، طيب مش ال f دي بتساوي الرقم نفسه؟ يعني عملنا 2 في 18 هتساوي الرقم نفسه. طيب مش انا اصلا ممكن نفس الكلام هنا، يعني هتلاقي باتر هنا مثلا 3 في 12 يديك 36، 4 في 9 يديك 36. طيب الستة دي بتدل على ايه؟ صح، الـ36 دي عبارة عن سكوير روت بتاع الستة، دي عبارة عن سكوير روت بتاع 36. طيب ايه الاستنتاج اللي انا ممكن اجيبه هنا؟ لو انا عارف مثلا ال A وعارف ال N، مش انا ممكن اجيب ال B هتساوي N على A؟ فانا مش محتاج اعمل لوب لحد O of N، اللي هو نفس الكود اللي احنا كتبناه، عشان اجيب كل الديفيزورز. بس انا ممكن امشي لحد السكوير روت عشان اجيب كل الديفيزورز بتاعت الرقم. طب ده ليه بيحصل؟ طيب هي في سيري بتقول اصلا ان هو لو انا ال يعني الفاكتورز عموما او الديفيزورز دول بيكونوا عبارة عن بير، زي مثلا 2 في 18، ثانية خلينا نرجع كده، مثلا زي مثلا 2 في 18، 3 في 12، 4 في 9. فالفاكتس دي بتكون عبارة عن بير، وجرانتيد ان ال A دي بتكون فاكتور قبل او بتساوي السكوير روت بتاع ال N، يعني بيكون في فاكتور جرانتيد ان لو ال N، لو الستين دي ليها ديفيزور، فهو وش هيكون في واحد قبل السكوير روت، او البير هيكون قبل السكوير روت او بيساوي السكوير روت، والبي هتكون اكبر من السكوير روت او بتساوي السكوير روت. زي هنا مثلا مون ان الاتنين دي قبل السكوير روت، يعني ده السكوير روت، بس الاتنين دي قبل السكوير روت، طب البير بتاعها 18 بعد السكوير روت. فانا ممكن امشي لحد السكوير روت بس، واجيب كل البرايم ديفيزورز، وهقلل التايم كومبلكس من او اف ان لحد السكوير روت الان بس. ده طبعا هيعمل فرق كبير، فانا مش محتاج امشي اصلا لحد ال او اف ان كلها. طب ده برضو ليه بيحصل؟ لو جينا مثلا هنا طبعنا مثلا الاي وطبعنا الان على اي، هنلاقي ان الرقم بيتكرر، الرقم نفسه بيتكرر. يعني خلينا نجرب، لحد السكوير روت هنلاقي، هنلاحظ ان الرقم نفسه بيتكرر اهو، 2 في 18 ب 36، 3 في 12 ب 36، 4 في 9 ب 36، 6 في 6 ب 36، بعد كده هتلاقي 9 و4 تاني، 12 و3 تاني، 18 و2 تاني. فانا بس محتاج امشي لحد السكوير روت بس. ولو لقيت انا فاكتور قبل السكوير روت اللي هو الاي بيبقى القسمه ال ان بتبقى القسمه عليه، يبقى انا وش هلاقي فاكتور اللي هو البي بعد السكوير روت واقدر اجيبه هيساوي ان. طب ازاي نجيب البي دي؟ البي بكل بساطه هتساوي ان على ايه؟ فانا محتاج امشي بس لحد السكوير روت، فانا همشي بس لحد السكوير روت وبشوف لو الاي دي، لو ال 36 دي على الاي بتساوي صفر، يبقى في فاكتور قبل السكوير روت. وبكل بساطه هروح اجيب الفاكتور الديفيزور التاني اللي هو بعد السكوير روت، هقول مثلا ال ال والاكس هتساوي ان على اي بس، وهنطبع الاي والاكس. خلينا نجرب، ممكن نعمل اند لاين احسن، او ماشي لا خلينا كده، ممكن نجرب 36. انا هنا جبت كل الديفيزورز، 2 في 18،
اللي هي تديك 36، لأن لو لاحظته مثلا، لو هنا لاحظته مثلا، يعني امسح كده ماشي، خلينا نكتبه من تاني. لو هنا مثلا لاحظته 1 2 3 4 6 و9 12 18 36. لو لاحظنا هنلاقي الاوتبوت طالع كبير، يعني 2 في 18 دي ب 36، 3 في 12 ب 36، 4 في 7 ب 36، فهو اكنه عامل بير كده بالظبط. وتلاتة في أربعة وتلاتة في 12 وأربعة في 9، والسكوير روت هيكون اللي هو ما بينهم اللي هو 6، لأن الجذر 6 6 6، فهو طلع كبير. بس هي ليه هنا الستة بتتكرر؟ لأن أنا عندي احتمال إن ال n على i دي هتساوي ال i، فأنا مش محتاج هعمل كونديشن بسيط إن لو ال n على i دي مش بتساوي ال i هطبع ال x، هنا هطبع ال i وهنا هطبع ال x. بس فهنا جاب لي كل الديفايسرز. يعني مثلا اجرب رقم زي ال 12، 2 و6، 3 و4. لو عايزين نجيبه من 1 مثلا اهو، 1 في 12 ب 12، 2 في 6 ب 12، 3 في 4 ب 12. طيب في هنا اوبتمايزيشن صغير. احنا قلنا ان احنا هنمشي لحد السكوير روت، فالاي اصغر منها بتساوي السكوير روت. بس السكوير روت دي غلط اعملها في اللوب. ليه؟ لانها بتاخد لوج ان، يعني لما انت بتجيب سكوير روت لحاجه او بتستعمل البيلت ان فانكشن دي هتاخد لوج ان، لان هو بيجيب السكوير روت بالباينري سيرش على الاغلب، فده هياخد لوج ان. فاحنا مش محتاجين نعمل كده اصلا، يعني مش محتاجين نعمل كده. احنا ممكن بكل بساطه نعمل نربع الطرفين، فهنربع عايشين الجذر فهربع الطرفين، فهعمل اي في اي اصغر من ال ان، فهنا هاجي اعمل اي في اي بس. بس كده جبنا كل الادفايسرز. طيب اتمنى يكون الجزء ده واضح، وانا سألت الشباب في السيشن وما كانش كان كله فاهم الجزء ده، يعني الحمد لله. طيب خلينا نفكر في حاجة تانية. لو انا عايز اعرف، نرجع مثلا للبرايم نمبرز، تعال كده نفكروا مع بعض. لو انا عايز اعرف الرقم اللي قدامي ده برايم ولا لا، المفروض اعمل ايه؟ فاحنا قلنا ان هو الرقم برايم ده بيقبل اسم على نفسه والواحد بس. ف الحل النايف اللي انا بكل بساطة هعمل لوب من 1 ل n، او من 2 اه من 2 ل n، واشوف لو الرقم اللي هو مديهولي ده بيقبل اسم على رقم تاني ولا لا. لو هو قبل اسم على رقم تاني يبقى ده مش برايم نمبر، وساعتها هرتن فولس. فخلينا نعمل حاجة زي كده بكل بساطة، ازاي نعرف رقم برايم ولا مش برايم. فهنا مثلا ممكن نعمل void، مثلا نخليها ترجع بوليان is prime وتاخد n، وهنعمل loop من اول الاتنين لحد ال n اظهر منها بيساوي ال n، وبنشوف لو هو قبل اسم على حاجة يبقى هو مش برايم، لان احنا زي ما احنا عارفين البرايم ده ليه 2 فاكتورز بس. فبكل بساطة هعمل لو ال n على i بتساوي صفر return false، لان ده مش برايم، لان هو كده هيكون عنده فاكتور ثالث، else return true بس. فهنا نجرب مثلا مثلا ال 18، لا خلينا مثلا هنا نعمل سي اوت. لو هي برايم اطبع نو، لو هي برايم ادفايس، لو هي مش برايم ادفانو. فمثلا هنا 36 نو لانها مش برايم. طيب الاثنين، طب عايز برايم. طيب السبعة يس لانها برايم. اربعة مش برايم. طيب هنا مثلا في غلطة، لو هنا لو دخلنا واحد بايس وده غلط، الواحد مش برايم، فهنا لو ال n بتساوي 1 هنرترن فولس. بس كده. طيب
هل في طريقة نقدر نأوبتمايز بيها الكلام ده؟ يعني أنا دلوقتي بعمل إيه في البرايمز؟ أنا بحاول أدور على فاكتور تالت للرقم، لو في فاكتور تالت للرقم ده مش هيكون برايم، طب لو مفيش يبقى هو برايم. طب فاكر إحنا عملنا إيه وإحنا بنجيب الفاكتورز أو الديفايزرز؟ كنا إحنا بنمشي لحد السكوير روت بس، دي اللي هي السكوير روت رول، كنا بنمشي لحد السكوير روت بس، لأن أنا عارف إن لو في فاكتور قبل السكوير روت يبقى وش هيكون في واحد بعد السكوير روت، طيب لو مفيش قبل السكوير روت يبقى مش هيكون في بعد السكوير روت، فانا مش محتاج امشي لحد ال n كلها، انا ممكن امشي لحد ال i في i بس او اللي هي السكوير روت بس زي ما عملنا في ال في الفاكتورايزيشن، لان الكود ده الكود اللي فات اللي هو الحل النايف كان هيكون او في n، يعني بتعمل n iteration عشان تعرف الرقم ده برايم ولا لا، فانا حسنته وخليته لحد السكوير روت بس. وفي برضو اوبتمايزيشن صغير كمان، اللي انا زي ما اتفقنا ان لو الرقم ده اصلا جاي لي، اتفقنا مثلا ارقام البرايم دي كلها اود صح، فانا لو الرقم اللي جاي ده اصلا اود مش قصدي ايفن، فانا مش محتاج ارن الاتريشن، هرجع فولس على طول لان هو اصلا مش برايم. يعني احنا اتفقنا ان كل الارقام البرايم اود ما عدا الاثنين، فهنا لو هو بيبقى الاسم على الاثنين يبقى ده كده معناه اللي هو رقم ايفن، وده كده وش مش هيكون برايم، بس لازم نشوف ان ال n اللي هتساوي 2 وهنعمل ريتيرن فولس. فانا كده قللت برضه الكومبلكسيتي، فممكن مثلا نجرب اي رقم 35 مثلا مش برايم، 36 مش برايم، 2 برايم، 7 برايم. فده بخصوص البرايم نمبر او البرايم شيكينج، احنا عملنا اوبتمايزيشن للسكوير روت الان طبقا للمعلومة اللي احنا خدناها في الفاكتورايزيشن، اللي انا مش محتاج امشي لحد السكوير روت عشان اعرف الرقم ده، مش محتاج امشي لحد الاخر او لحد الان كلها لان انا اعرف الرقم ده برايم ولا لا، او عشان اجيب الديفايزرز منها ولا لا، وده طبقا للسكوير روت رول. لو حد لسه مش فاهمها ممكن يسمع الريكورد ويعيد اول حته تاني ويفهم ليه احنا اصلا بنمشي حد السكوير روت، ويتاكد ان هو فاهمها كويس، لان احنا دي الحته دي مهمه وهنستخدمها قدام كتير وهنحسن بيها مسائل كتير. طيب ده بخصوص البرايم او لا. طيب خلينا نتكلم عن ايه بالنسبه للارقام، خلينا نتكلم عن البرايم ديفايزرز. لو احنا مثلا رقم جبنا رقم زي 10 مثلا وقلنا ايه هو الفاكتورز او الديفايزرز بتوعه، فهو هيكون الواحد والاثنين والخمسة والعشرة صح مظبوط. طب لو جيت قلت لك جيب لي بقى البرايم ديفايزرز بتوع الرقم ده، فهتقول لي اتنين، اقول لك صح. فحد كده مثلا ممكن يفكر، او انت مثلا ممكن توقف الفيديو ده وتفكر ليه، او ايه الطريقة اللي هجيب بيها البرايم ديفايزرز بتوع الرقم ده. بكل بساطة الحل النايف خالص اللي أنا بعمل لوب مثلا، بجيب كل الديفايزرز بنفس الطريقة اللي أنا جبتها، فهجيب الديفايزرز في سكوير روت ال n، وبعد كده أعدي على كل element من الديفايزرز دي وأشوف هي برامة ولا لأ برضه في سكوير روت، فهتكون ال time complexity of n. طيب احنا أصلا ممكن نحسن من حاجة زي كده عن طريق حاجة اسمها البرايم فاكتورايزيشن، وده اللي احنا وصلنا له في السيشن اللي هي كانت متسجلة، فدلوقتي انتوا هتشوفوا السيشن او الجزء اللي احنا كنا حاضرينه لايف مع بعض، مش الجزء ده لان ده كان الجزء المفقود وانا حاولت اكمله. طيب ماشي، هو الكيرلس قال ان احنا ممكن نجيب الديفايزرز اصلا، والديفايزرز دي هنجيبها في سكوير روت ال n، وهنشوف لو الديفايزرز دي كلها برايم ولا لا. طيب كيرلس ممكن تقول التايم كومبلكسيتي بتاعت الكلام ده مثلا ممكن تكون كام؟ هي كده ممكن تبقى n سكوير لو احنا صح؟ ليه n سكوير؟ انت هقولك انت بتجيب الديفايزرز في قد ايه؟
في سكوير روت صح؟ وانت اصلا بتشوف بتشكل البرايم نمبر في قد ايه برضو سكوير روت مثلا برضه. بالظبط. فانت هتمشي، انت هتجيب ادفايزرز في سكوير روت الان، وهيكون مثلا عندك n elements كده هاخد بقى ايه؟ اللي هما divisors، فهيكون n في square root n زائد ال square root n، بس هتبقى o كده بس. فاحنا ممكن اصلا نoptimize الكلام ده ونجيب ال primes في log n مثلا بس او square root بس. فدي حاجة اسمها ال prime factorization، اللي انا اجيب الارقام اللي بتكون لي الرقم ده، وطالما هي الارقام دي بتكون لي الرقم ده فهي بتبقى الاسم عليه. فخلينا ناخد كذا مثال. مثلا لو احنا مثلا قلنا ال 12 مثلا، فال 12 دي مثلا ممكن نعبر عنها ان هي عبارة عن ايه؟ في ايه؟ عبارة عن 3 في 4 تمام. طيب لو احنا فكينا الاربعة دي فهتكون عبارة عن 2 في 2، فال 12 البرايمز فاكتورايزيشن بتاعها عبارة عن 3 في 2 في 2. فالبرايم نمبرز عموما بتميك اب الرقم ده، يعني هي بتعمل الرقم ده. لو ضربت 3 في 2 في 2 هتديك 12. طيب احنا ممكن، وبما ان انا عايز اعرف اصلا البرايم ديفايزرز، فانا ممكن الاقي طريقه احسن تجيب لي البرايم ديفايزرز دول على طول من غير ما اجيب الديفايزرز كلهم، بس اطلع البرايم ديفايزرز على طول. طيب ده احنا ممكن نعمله ازاي؟ خلينا برضو ناخد كيس تانية، يعني قبل ما نفكر في كود مثلا او حاجه. مثلا التسعة، التسعة عبارة عن ايه؟ تلاتة في تلاتة، فدول برايمز. طيب الستة وتلاتين عبارة عن ايه؟ اتنين في تمنتاشر. طيب احنا ممكن نفك التمنتاشر دي لاتنين في اتنين في تسعة، دي اتنين. ها طيب التسعة دي احنا ممكن نفكها لايه؟ لاتنين في اتنين في تلاتة في تلاتة. فانا جبت كل البرايم ديفايزز الديفايزرز اللي بتجيب الرقم ده، اللي بتميك اب الرقم ده. طيب خلينا كده نقول ال 36 نكتب الديفايزرز بتاعها مثلا، فهي هتكون 1 و2 و3 و4 وال6 وال9 وال12 وال18 وال36. فايه البرايم ديفايزرز اللي كلها اللي موجوده هنا؟ هما الاثنين والثلاثه صح؟ مظبوط مظبوط يا شباب. يا شباب سامعيني؟ طيب تمام. فانا هجيب البرايم البرايم فاكتورايزيشن الرقم ده، ودي اصلا اللي بتكون الرقم ده. فانا عارف ان الاثنين بتقبل، فانا عارف 36 دي هتقبل القسمه على الاثنين وهتقبل القسمه على الثلاثه لانها برايم فاكتور لل 36 ده. يعني بالظبط اه، هي 2 في 2 في 3 في 3. طيب فبدل ما اجيب كل الديفايزرز، انا ممكن اشيل اجيب الارقام البرايمز اللي بتكون منها 36، ودي هتكون الفاكتورز بتوع ال 36 اللي هو بيبقى الاسم عليها. الكلام ده فيه مشكلة؟ يعني لو في حد عنده مشكلة يا ريت يقول لي قبل ما نخش على اللي احنا هنكتبه دلوقتي، لو حد عايز يسأل عن حاجة يعني ما عنديش مشكلة عيد برضه. تمام. طيب فالنايف سولوشن بتاعنا اللي احنا كنا هنجيب كل الديفايزرز ونشوف هي برايم ولا لا، بس ده احنا قلنا اللي هو هياخد ان زائد يعني احنا بنجيب الديفايزرز سكوير روت الان، فهيكون سكوير روت الان زائد ان في سكوير روت، فده هيكون او في ان زائد ان في سكوير روت. السكوير روت الان دي ما اتحسبتش لان انا بجيب الابر باوند، يعني اكتر ميثود او اكتر بروسيس خدت تايم، فبنجيب الاور باوند بتاعها وبنعبر عنها بلو في سكور ان في سكور ان يعني. فاحنا ممكن ببساطه نعمل فانكشن تعمل لي جنريت للبرايم فاكتورز دي. تمام. طيب ثانيه احنا ممكن نعمل كده مثلا. طيب احنا قلنا ان احنا هنجيب البرايم نمبر صح اللي هي بتكون الرقم ده، فانا ممكن اعمل فور لوب من اول الاثنين، وبرضو هنقول الاي في اي لان انا عايز اجيب الفاكتورز، يعني نقسمها لسب بروبلمز كده
دلوقتي احنا عايزين نجيب الفاكتورز اللي هي الفاكتورز البرايم، صح؟ فانا عايز اجيب فاكتورز، فانا ايه اكتر طريقه بجيب بيها فاكتورز؟ اللي انا بجيب الفاكتورز اللي هي قبل السكور روت، عشان عارف لو انا جبت فاكتورز قبل السكور روت هيكون عندي فاكتورز بعد السكور روت. فانا هجيب الاي في اي، همشي لحد الاي في اي بس عشان اجيب الفاكتورز. طيب حد لاحظ ايه اللي احنا مثلا عملناه هنا؟ يعني خلينا مثلا نشوف 36 كده. لو انا مثلا جيت قسمت 36 على 2، فهي قبلت القسمة على الاتنين، صح؟ فانا هناخد الاتنين معانا، فبقت بقت كام دلوقتي؟ بقت 18. طيب بعد كده هنقسم برضو ال 18 دي على الاتنين، هي قبلت القسمة على الاتنين، فالريزلت هتكون 9، وهناخد برضو الاتنين دي معانا. طيب التسعة دي بتبقى القسمة على الاتنين؟ لا، فهنزود الاتنين دي هنخليها 3، فالريزلت هتكون 3، وهناخد 3 معانا، فهتكون 2 و2 و3. طيب التلاتة بتبقى القسمة 3، تديك 1، فهناخد الاتنين والاتنين والتلاتة والتلاتة. طيب حد عارف هنا انا عملت ايه؟ وليه مثلا لما بقسم طيب مين رفع ايده؟ حد رفع ايده؟ ريكيرجن؟ لا، ما عملناش ريكيرجن، وايل لوب. عملنا وايل لوب. تمام، خلينا طيب نكتب اللي احنا بنقوله ده ونتناقش فيه اكتر يعني. تمام، حد عنده سؤال يا شباب؟ تمام. طيب احنا قلنا اللي احنا هنعمل while loop، وطول ما انا بقبل القسمه على الاثنين على الاي، يعني هبدأ باتنين عشان اشوف الفاكتورز، وطول ما انا بقبل القسمه انا هقعد اقسم ال n على i. تمام، ولو جينا مثلا عملنا سي اوت ال i، حلو، فانا كده بطير كل ال كل ال ال الاتنينات اللي ممكن تجيب لي اي رقم مش برايم تاني. فمثلا لو هنا مثلا جينا هنا نجرب ال 36، ثانية ان في مديول ده رقم الأول. تمام، عاش. ستة وتلاتين طلعت 2 و2، لا المفروض تطلع 3. تمام، أنا كده جبت الإيه؟ البرايم فاكتورز. طب حد ممكن يجيب لي كود كده يوقع المثال ده مثلا؟ يعني هو احنا كده جبنا البرايم فاكتورز بتاع 36، صح؟ طيب حد كده ممكن يجيب لي مثلا كاونتر اكزامبل يوقع الكود ده؟ فكروا كده ايه اللي ناقصنا مثلا؟ في حاجة ناقصانا؟ ماشي، اتفضل يا يوسف. ال n على i سي اوت ال n على i. ما لا، انت مش محتاج تجيب ال n على i، ده هنجيب البرايم بس اللي هم قبل سكور روت. تمام، برايمز. احنا بص، احنا ضامنين ان احنا البرايم نمبرز دي قبل سكور روت بس. بس طبعا في كاونتر اكزامبل هتلاقي فيه البرايم نمبر ده جاي بعد سكور روت. طيب لو احنا مثلا جينا نجرب ال 14، ايه اسمها 14 بالظبط؟ لو احنا مثلا جينا نجرب ال 14 هتلاقيه طلع 2 بس. طيب ليه؟ لان هو هنا مثلا السكور روت بتاع ال 14 بالظبط هيساوي 4 وحاجة او 3 وحاجة، ثانية كده، هيساوي 3 74، وده اصلا قبل السكوير روت. يعني ده قصدي ده السكوير روت. طيب تعال كده نشوف الديفايسز بتوع ال 14، فهيكون 1 و2 و7 و14. هو مش ده برايم؟ واحنا اصلا مشينا لحد السكوير روت بس اللي هو هنا، يعني ده اعتبر ده السكوير روت. طيب هو ليه ما جابش السبعه دي؟ فلو جينا مثلا هنا نعمل تريسنج على ال 14 مثلا، هتلاقي ان هنا هو قسم ال 14 على الاثنين، فهي قابلت القسمه، صح؟ فخدت الاثنين معايا، بعد يعني كده هتبقى 7، فالسبعة اصلا ما بقتش اسمها على حاجه، لان انا بمشي لحد قبل سكوير روت بس اللي هو 3. فهنا انا ضامن ان الرقم اللي هو اللي هيتبقى ده برايم نمبر، لان انا طيرت كل الفاكتورز بتوعه، كل الفاكتورز اللي هو بيبقى الاسم عليها، فهو مش هيبقى الاسم غيرها على نفسه على الواحد.
فساعتها هنا هنشوف لو ال n مش بتساوي الواحد فهطبع ال n. فده كان اللي ناقصنا يعني. فهنا طلع 2 و7. طيب حد مش فاهم الجزء ده؟ ولا تمام؟ طيب ايه اللي انت مش فاهمه بالظبط؟ ممكن تفتح المايك؟ الحته اللي ازاي يعني اللي هيتبقى دايما هو هيبقى prime number. هقول لك. طب انا ليه ضامن ان ال 36 مثلا مش تبقى القسمه على 4؟ يعني بص، ليه مثلا ال 36 انا مش تبقى القسمه على 4؟ تعالى كده نفكر فيها على الوايت بورد، فكك من الكود دلوقتي خالص. لا ما تمسحهاش، تعالى يعني. حلو، احنا كتبنا ال devices بتاع 36 النهارده كتير، بس ماشي. 3 4 6 4 6 و12 و18 و6 و30 نفسها. حلو، الأربعة دي أصلا بتتكون من إيه؟ ممكن تقول لي مثلا 2 في 2 صح؟ صح. فأنت لما كل مرة بتقعد تقسم ال 36 دي على الاتنين، أنت بتطيرها الاتنين بتوعها أصلا. فأنت هنا مثلا ال 36 على 2 هتديك 18، بعد كده تقسم على 2 هتديك 9. فحرفيا أنت مبقاش عندك مبقاش عندك رقم 2 موجود عندك في المعادلة بيكون الرقم ده، صح؟ فهو جرانتيد اللي أنت مش اللي هو مش هيجيلك رقم مش برايم. واضحة الحتة دي بالنسبة لك؟ يعني شوي. طيب تعال نفكر فيها تاني دلوقتي. مثلا احنا قلنا ان احنا الأربعة دي مثلا عبارة عن 2 في 2، والستة دي عبارة عن 2 في 3، والاتناشر دي عبارة عن 2 في 2 في 2، أو 2 في 2 في 3. وانا بدايه اللوب بتاعي ايه؟ 2 صح. فانا باكسكلود منهم كلهم كل الارقام البرايمز اللي بتعملهم اصلا. فهنا مثلا احنا اول ما عملنا في اللوب بتاعنا احنا بدانا ب2 صح. فهنا مثلا 36، خلينا مثلا نعمل كده احسن. فهنا مثلا 36 قسمتها على 2 فانت بقى عندك 18. بعد كده لسه 18 بتبقى القسمه على 2 فبقى عندك 9. هل في اتنين تاني هل في اتنين تاني عندك من الباقية؟ حلو، هتاخد 9 هتقسمها على 3، وهي قبلت القسمة على 3 هيديك 3. بعد كده هتاخد 3 تبقى القسمة على 3 برضه هيديك 1. فانت حرفيا طيرت كل البرايم نمبرز اللي بتميك اب الارقام دي. فمش هتبقى لك غير برايم، مش هتبقى لك غير برايم نمبرز بس. وضحت بالنسبة لك؟ تمام. تمام جدا. طيب حد عنده سؤال في الجزء ده؟ عشان الجزء ده بس مهم. مفيش حد عنده سؤال خالص؟ طيب جدا. طيب خلينا نعمل ريكاب سريع اللي احنا قلناه تاني. احنا اتكلمنا لحد دلوقتي عن نقول حاجتين او ثلاثة، اللي هو ازاي بنشوف خدنا حاجة اسمها السكوير روت رول، اللي انا لو عندي رقمين مثلا، يعني احنا قلنا الفاكتورز دي بتكون عبارة عن بيرز بتكون الرقم ده، ف اف في مثلا بتساوي ان، ممكن نبقى بتساوي 40. قصدك هنا؟ طلعت 7 في 7. طيب خلينا مثلا نشوف كده، لو احنا عايزين مثلا نجيب الفريكوينسز بتاعت الارقام دي، مثلا لو انا عايز اجيب مثلا ال 12 دي فيها كام 2، ال 36 دي فيها كام 2 برايم كده، احنا ممكن هنا مثلا بكل بساطه نعمل كاونتر، وطول ما هو بيبقى الاسم عليه هزود الكاونتر ده. ومثلا هنا لو الكاونتر ده مش بزيرو يبقى انا عندي برايم نمبر، فهطبع الاي وهطبع الفريكوينسي بتاعته اللي هي هتساوي سي ان تي.
ف 36 بتتكون من 2 في 2 في 3 في 3، فهي 2 والفريكونسي بتاعها 2 وال3 والفريكونسي بتاعها 2. هل في حد عنده مشكلة في الموضوع ده؟ 49 مثلا. مفيش حد عنده مشكلة. طيب احنا قلنا الكومبلكس بتاعت الكلام ده كان اللي هو سكوير روت الان، ده هيكون كونستنت يعني هو مش هيتحسب اصلا، هيكون صغير جدا. بس في الورست كيس مثلا بتاعتنا اللي هو لو عندنا اصلا رقم برايم، لو دخلنا رقم اصلا برايم، فهو هيمشي لحد السكوير روت ده كله يعني. فدي الورست كيس لان هو مش هيلاقي حاجة يقبل اسم عليها. حد عنده سؤال في الجزء ده؟ يا شباب تمام، السكوت علامة الرضا يعني. طيب تاني انهي جزء بالظبط؟ الفريكونسي. تمام دلوقتي انا مثلا لو عندي 36 صح، قسمتها على الاثنين هتساوي 18. بعد كده ال 18 دي لسه بتقبل اسم على الاثنين، فقول 18 على الاثنين هتساوي 9. فهنا طول ما انا هنا بقول طول ما الرقم ده بيقبل اسم على الاثنين اللي انا بادئها في اللوب ده، فهزود هعمل بلس بلس للسي ان تي بس. فانا كده عارف ان هنا السي ان تي ده بيتراك الرقم اللي هي قبلت الاسم عليه كام مرة بس. ولو السي ان تي ده مش بصفر يعني، لو جينا نشيل دي مثلا، ثانية فانا بشوف هنا مثلا لو السي ان تي دي مش بصفر، فكده انا عندي رقم برايم، فهطبق الرقم ده والكاونتر بتاعه. هل في مشكلة في الجزء ده ولا وضحت؟ زي الفل. طيب تمام جدا. خلينا نعمل ريكاب سريع كده اللي احنا خدناه. احنا اتكلمنا عن حاجة اسمها السكوير روت رول. طب حد مش فاهم دي عشان دي مهمة جدا وهنبني عليها كذا حاجة قدامي، لو حد مش فاهمها يا ريت يقول لي اللي هو البروف ده ليه اصلا هنمشي لحد سكوير روت بس. مفيش حد عنده سؤال؟ ماشي زي الفل. طيب احنا اتكلمنا اللي احنا عندنا، اللي احنا محتاجين لو احنا عايزين نجيب الفاكتورز بتوع رقم معين، فاحنا محتاجين نمشي لحد السكوير روت رول بس، السكوير روت بس، لان انا ضامن ان انا احنا قلنا ان لو الفاكتورز دي عباره عن تو بير واحد في اي وبي، فالاي ده على طول هو جرانتيد اللي هو هيكون قبل السكوير روت، فالاي ده هيكون اصغر من او بيكوال السكوير روت، والبي هيكون اكبر من او بيكوال السكوير روت. فانا طالما عارف اجيب ده انا اقدر اجيب ده بس همشي لحد سكوير روت بس، فمش محتاج امشي لوب كامل عشان اجيب فاكتورز او كده. واتكلمنا عن البرايم نمبرز وازاي برضو بنستغل الرول دي اللي احنا نجيب البرايم نمبرز. تمام هل في اي سؤال في الجزء اللي فات؟ طيب تمام جدا. طيب عندنا مثلا بروبلم دلوقتي اللي احنا مثلا عايزين نجيب نشوف في كام ايه الارقام البرايم مثلا اب تو الفا مثلا. حد كده مثلا ممكن يقول لي ازاي نعرف رقم من 1 لـ1000 مثلا برايم ولا لا، او خليها مثلا 100,000. حد مثلا يقول لي حل نايف خالص ليه يعني؟ ماشي اتفضل يا يوسف. الحل النائب إنك تمشي لوب من 1 لحد 10,000 وتشوف لو هو بيقبلش الاسم على أي رقم تاني غير الواحد فهو كده برايم. ده الحل النائب. بالظبط. في حل اوبتمايزد أكتر اللي هو نعمل الأي فاي أصغر من يساوي الـ N. احنا ممكن مثلا نستخدم سيف مثلا دلوقتي يعني. تمام 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 طلبت حل تاني. طيب في واحد يا شباب اسمه سيف، الراجل ده عمل كده نظرية
قال لك احنا ممكن لو انا عايز احسب عدد ارقام برايمز اب تو ارقام كبيره مثلا، فانا ممكن اعمل حاجه معينه مثلا، اللي انا همسك مثلا همسك مثلا عايز احسب لحد 1000 صح، خلينا مثلا نحسب لحد 15 يعني، خلينا مثلا نكتب كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 و13 14 و15. طيب سيف قال ايه؟ قال انا هعتبر ان كل الارقام دي اصلا برايم في الاول، وهمسك كل رقم، انا عارف ان الاتنين برايم صح، فهمسك كل رقم، هو هطير كل المالتيز بتوعها. فهنا مثلا ايه المالتيبل بتاع الاتنين؟ حد كده يقول يا شباب، حد يتكلم معايا؟ طيب حلو جدا. طب المالتيبلز ده اصلا يعني، خلينا نشوف المالتيبل ده اصلا عبارة عن ايه. لو انا قلت لك ان مثلا 2 4 دي المالتيبلز بتوع الاتنين مثلا 6 8، فدول كلهم بيقبلوا القسمة على الاتنين صح، فانا ضامن ان هما لو انا جبت كل المالتيبلز بتوع رقم معين انا عارف ان هو برايم، انا هطير ارقام كتيرة مش برايم، لان هي قابلت القسم على رقم غير الواحد، وهي غير الواحد وهي يعني. فهي انا بمسك الراجل ده يعني اقترح اللي هو هتمسك رقم برايم زي الاثنين مثلا، هيبدا بالاثنين وهنطير كل المالتيبلز بتوعه. فمثلا في اول اتريشن هطير الاربعه، كده هيطير السته، كده هيطير الثمانيه، بعد كده هيطير العشره، وبعد كده هيطير ال12 وال14. طيب هيشوف هو بيعتبر في الاول ان كل الارقام برايم، هيمسك الثلاثه، التلاته دي لسه برايم لان هي ما طارتش مثلا، او هي مش مالتيبل لحاجه مثلا، فهيمسك التلاته هيطير المالتيبلز بتوع التلاته مثلا، هيطير مثلا سته، سته اوريدي طارت، كده هيطير التسعه، خلينا نستخدم القلم الاحمر، كده هيطير التسعه، بعد كده هيطير ال 12، بعد كده هيطير ال 15. طيب هل ده برايم؟ لا مش همسكه، مش هطير المالتيبلز بتوعه. هل ده برايم؟ اه، طير المالتيبلز بتوع 5، فهتطير ال10 وهتطير ال15. طيب ال7 برايم؟ اه، هطير المالتيبلز صح. طيب ايه المالتيبلز بتوع ال7 ال14؟ مش هطيرها، هطيرها قصدي، وهي اصلا اوريدي طارت. طيب ال8 16، ايه المالتيبلز صح 16 مش معانا في الرينج، 9 نفس الكلام. فهنا انت هتلاحظ ايه الارقام اللي اتبقت، هو بيبدأ من الاثنين معلش، فهنا هتلاحظ ايه الارقام اللي اتبقت، هيتبقى الاثنين وال5 وال7 وال11 وال13. حد فاهم ايه اللي حصل؟ والارقام دي كلها ايه؟ كلها برايم. فده اللي سيف قاله يعني، ودي طريقه عبقريه بصراحه، اللي هو يمسك كل رقم يطير كل المالتيبلز بتوعه، عشان هو ضامن ان البرايم نمبرز مش بتبقى الاسم غير على رقمين بس، فهو طير اي مالتيبلز عشان اقدر احسب الارقام برايمز اب تو رينج معين يعني. في حد مش فاهم الجزء ده؟ ده اللي سيف عمله حرفيا. بس هل في حد مش فاهم الجزء ده؟ هو الكومبلستي بتاعت الكلام ده في قد ايه؟ احنا كده عملنا 3 iteration في 15 رقم بس. هنتكلم عن الكومبلكسيتي لما نكتب الكود. طيب عبد الرحمن، انت ممكن مثلا تقول لي الكود ده مثلا منظره ممكن يكون عامل ازاي او بيمشي ازاي؟ انا تخيلت 3 iteration على كل رقم براين انا بعمله، يعني اطلع امسك الاثنين اعرف ان هي براين، واعمل iteration على الارقام كلها اللي هي ليه 3 iteration؟ احنا مش مسكنا الاثنين، بقى كانت 3 وبعد كده 5 لا، عشان انت نتأكد. مسكت الاول الاثنين صح، اه بعد كده طيرت كل المالتيبلز بتاعها. لا كان عملت تريشن عشان اطير الموضوع. حلو، انت في اتريشن بتمسك لك رقم صح، اه وفي اتريشن تانية بتطير كل المالتيبلز بتاعها. ايوه فده انا بتكلم ان هي اتعملت اكتر من مره، لا يا مش انا فاهم ان هم فور لوب جوا بعض. بالظبط، فهي كده لسه لما نكتب الكود هتشوف هي ليه اصلا، هقول لك الكومبلكس بتاعتها يعني. عايز برضه اوريكم مثال لارقام اكبر، ثانيه واحده. شايفين السكرين؟
هو هنا مسك الاتنين اهو، طير كل المالتيبلز بتوعها. الجري ده، رقم برايم. بعد كده مسك الاربعة، طير مسك التلاتة، طير كل المالتيبلز بتوعها. والخمسة نفس الكلام، والسبعة. اي رقم بيطلع لك برايم هو رقم ملوش مالتيبلز. تمام. طيب حاجة زي كده مثلا دي ممكن نكتبها ازاي؟ حد رفع ايده؟ اتفضل يا يوسف. ممكن اللوب الأساسية يعني تمر تبقى ال i plus plus والتانية هتبقى ال j plus equal r، بحيث إن كل مرة الضامن هو يتغير لل multiples بتوعها. بالظبط، ده اللي احنا هنعمله اصلا، حرفيا ده اللي احنا هنعمله. بس طيب خلينا بقى نشوف ايه اللي انا قلته بالظبط واللي احنا هنعمله في كود. خلينا مثلا نعمل void اسمها save، وبتاخد رقم. طيب احنا قلنا ان احنا هنعتبر كل الارقام برايم صح، فهعمل فيكتور از برايم وهديله سايز و n بلس 1 عشان هحط الزيرو والواحد، و او خليها n بلس 2 يعني ماشي، وهعتبر كل الارقام برايم. تمام. طيب ايه اللي انا هعمله في على طول؟ اللي انا همسك اول حاجه هخلي الواحد الزيرو والواحد دول مش برايم، فهعلم عليهم ان هم مش برايم. هخلي البوزيشن بتاع اللي هو مكان الزيرو والواحد مش برايم. طيب ايه اللي انا محتاج اعمله بعد كده؟ هبدأ من الاثنين وامشي لحد ال n. حلو. طيب احنا قلنا ان احنا هنمسك اللوب، في لوب هيمسك رقم وهيطير كل المالتيبلز بتوعه. طيب خلينا نبدأ هنا مثلا نعمل int j يساوي 2، وهنقول ال j دي اصغر من او بتساوي ال n. وعشان نجيب المالتيبلز بتوعها هنعمل جي بلس بلس اي، جي بلس الاي. طيب دلوقتي احنا ايه اللي حصل بالظبط هنا؟ ثانية، ايه اللي حصل بالظبط هنا؟ مسكنا اتنين، قلنا شفنا هي برايم ولا لأ، فهي الاتنين برايم، انا عارف الاتنين برايم، فهقول لو هي برايم، لو هنا، الاتنين دي قصدي برايم، خش يغير كل المالتيبلز بتاعها. هو ليه زعلان هنا؟ اه تمام سيبني خد. طيب لما انا بجيب كل المالتيبلز بتاعها المفروض اعلم اللي هم مش برايم صح؟ بس ده كل اللي عمله سيف. حد عنده سؤال في الجزء ده؟ يا شباب الجزء ده تمام معاكم؟ طيب الكود ده احنا ممكن نعمل له اوبتمايز اكتر، حد كده مثلا يقول لي ازاي ممكن نعمل له اوبتمايز؟ طيب احنا هو في اتنين اوبتمايزيشن او تلاتة تقريبا، بس احنا ممكن نتكلم فيهم دلوقتي. هنا مثلا لما احنا خلينا نرجع، لما انا جيت مسكت التلاتة وعلمت على كل المالتيبلز بتوعها، فهمسح الاربعة والستة والتمانية. طيب انت حد لاحظ ان التلاتة لما جينا بقى مسكنا التلاتة عشان نطير كل المالتيبلز بتوعها راحت للستة تاني اصلا؟ فانا مش محتاج ده يحصل، فانا ممكن اخلي اللوب اللي هو الانر لوب يبدا من مالتي من تاني مالتيبلز بتوعه على طول. فهعمل اي في اي، هعمل هنا جي في جي بس. اي في اي قصدي بس، لان انا عارف ان الرقم ده لان في مالتيبل اتعلم عليه. تمام. هل في حد مش فاهم الجزء ده؟
تمام. طيب في برضه عندنا اوبتمايزيشن مهم احنا ممكن نعمله. حد كده مثلا يفكر ممكن يقوله دقيقتين. طيب تفكروا يا شباب، حد عايز يقول اي اوبتمايزيشن؟ تمام. طيب ماشي، فكر فكر. اتفضل يا يوسف. احنا ممكن نقول في الفور لوب التانية، بدل ما نقول ال initial value بتاعت ال j، احنا ممكن نقول ال j equal ال i، احنا كل مرة بنزود. دي كانت الطريقة الأولى ولا لأ؟ لا، ما ده احسن، ان احنا عايزين نجيب المالتيبل، يعني عايزين نجيب تاني مالتيبل، يعني عشان انا عارف ان اول واحد اتعلم عليه اصلا خلاص باللابلية. تمام. طيب حد عايز يقول حاجة تانية؟ ماشي. في اوبتمايزيشن احنا ممكن نعمله هنا، اللي احنا في اول لوب ده اللي هو الاوتر لوب، احنا مش محتاجين اصلا نمشي لحد ان برضه كلها، لان انت هتلاقي ان المالتيبلز كلهم طاروا، وبرضه هتلاقي ان معظم ان السكوير روت البرايم نمبرز بتكون موجوده قبل السكوير روت، فهنا محتاج اعمل اي في اي بس زي ما قلنا في الفاكتورايزيشن ده. الاوبتمايزيشن برضه اللي موجود، الجزء ده واضح. طيب كان في حد بقى بيسأل عن التايم كومبلكسيتي، يعني ممكن كده مثلا تقول التايم كومبلكسيتي هنا كام؟ عبد الرحمن تقريبا صح؟ ماشي. انت هنا احنا عملنا كام؟ عملنا يعني دي بتاخد كام ودي بتاخد كام مثلا؟ هي أول لوب أنا همشي لحد N سكوير، حلو جدا. سكوير روت ان بقى. حلو. وتاني واحدة، تاني واحدة دي أصلا هتشتغل امتى؟ يعني هي أصلا ممكن تشتغلش، ممكن الرقم ده ما يكونش برايم صح؟ فعموما يعني سيف الأسباب بتاع التايم كومبلكس بتاعه وراه ناس كتير، بس أنا ممكن أقول لكم يعني هما ليه. هي عموما الكومبلكس بتاعت الكود ده ان لوج الان. ليه بقى؟ لان هو اصلا على حسب الرقم هو التايم كومبلكس بتاعته بتتغير، ملوش حاجه ثابته، يعني هو ساعات بتحكم بالافريج وساعات بتحكم بالورست كيس، فهو ملوش كومبلكس ثابته. بس خلينا لو مثلا لو احنا اعتبرنا ده ان ده كونستنت تايم مش هياخد وقت خالص، تمام، وهو فعلا مش هياخد وقت، خلينا نشوف البتاعه دي هتشتغل ازاي، اللوب ده هيشتغل ازاي. طيب اللوب ده حد كده ممكن يقول لي هو هيشتغل امتى بالظبط؟ في حد رفع ايده او حاجه؟ لو الرقم بواحد بالظبط. فهو هيشتغل لو الرقم برايم. فهنا لو جينا مثلا قلنا وهيشتغل لحد فين، يعني هيشتغل لحد فين؟ لو هو اشتغل وهيشتغل لحد لو الرقم برايم، لو هنا مثلا هو مسك الاثنين، لو هنا هو مسك الاثنين، فهو هيشتغل لحد كام؟ لحد ان على الاثنين صح، لان انا كل مره بزود رقم، كل مره بزود اثنين صح؟ صح يا يوسف، خليك معايا. بالظبط. طيب والثلاثه هيشتغل لحد فين؟ ان على التلاتة عندنا على التلاتة وهكذا برضه بالظبط. الأربعة. فلو جينا هنا نشوف هتلاقي ان هو
مش الكود بيشتغل مثلا ان، اللي هي هنعتبر ان ان على الاتنين دي ان، تمام، وهنا هتلاقي ان على الاتنين، ان على التلاتة قصدي، او خلينا ان على الاتنين ماشي، وهنا ان على ان على ايه بقى، هنا ان على خمسة لان هو بيشتغل مع كل برايم نمبرز، وهنا ان على سبعة. طيب لو جينا مثلا خدنا ال ان دي عامل مشترك او فاكتور يعني، فهتلاقيها ان على واحد نص على تلت، الرقم بيقل كل مرة. بالظبط. دي في الماس حاجة اسمها هارمونيك سيكونس، ودي بتعبر عنها باللي هو لوج ال ان، وعندنا ان بره فيكون ان في لوج ان. فده ده تقريبا يعني اللي هو ايه التايم كومبليكس بتاعها. في ناس بتقول لك لوج ان، بس ده غلط، هو الباك ده، لان الهارمونيك سيكونس ده ده التايم كومبليكس بتاعته. وبرضه هسيب لكم لينك بتاع جيكس فور جيكس يعني، هم كانوا شارحين الموضوع ده عشان لو حد بيحب يشوف بروف بقى، ويشوف بيحب الماس يعني، وحابب يشوف بروف جامد، فهو هيستفاد منه يعني. انا عموما في النمبر سيري انا بحب، مش بحب يعني اللي هو ايه اشوف بروفس، لان انا مش بفتكر ببروفس. انا عموما بحب اشوف، اخد الحاجه كده واستنتجها بشكل انتويتيف يعني، عشان ده اللي هيخليني، ده اللي هيخليها تثبت في دماغي يعني. فهسيب لكم برضو لينك البروف بتاع التايم كومبلكس ده عشان لو حد حابب يشوف بروف يعني. ودي على فكره اقل من ان لوج ان، لان انا واخد اللوج ان اصلا. تمام يا شباب، حد عنده سؤال في الجزء ده؟ مفيش حد عنده سؤال؟ آخر نداء طائرة الضحى، اتفضل يا باشا. طيب وكده في الـ best case هيكون الـ complexity بتاعته كام؟ في البيست كيس، اه طيب ايه انت مثلا متخيل ايه هي البيست كيس مثلا؟ يعني مثلا لو الرقم اللي داخل لي 2 لو رقم اللي داخل لك 2 بس، طب ما اللوب ده اصلا مش هيشتغل. بالظبط. طيب بس لا انا لا، ما معتبر هو ان كله ترو الاتنين برايم. ماشي. ما انا عندي في الفيكتور ان ده اصلا معلم على كله ترو، فانت تيجي تشوف الاثنين هتلاقيه برايم، فهياخد او اوف 1 بس. دي البيست كيس تمام، كنت عايز اوصل للنقطة دي. بس. في حد عنده سؤال تاني؟ طيب انتوا عايزين تاخدوا بريك؟ احنا هنحل مسائل اللي احنا خدناها، فلو لو حابين تاخدوا بريك 5 دقايق او 10 دقايق. ماشي، احنا هناخد بريك 10 دقايق ونرجع الساعة اللي هو كمان هنرجع بالظبط 9:45 دقيقة. عشر دقايق. طيب يا شباب، هنبدأ كده بأول بروبلم، هبعت لكم اللينك في الشات، و5 دقايق كده نفكروا فيها يعني.
طيب يا شباب كده، حد يقول لنا المسألة بتقول ايه وعايزة ايه؟ حد يريز هاند كده ويتكلم. طيب هنبك عشوائي بقى كده، حد يطلع يتكلم يعني. ابو سمر ماشي، قول لنا انت فهمت ايه من المسألة. اللي انا فهمته ان هو عايز الالموست برايم ده ما بين الواحد والان، بحيث ان الالموست برايم ده تعريفه ان هو في ديستني ديفيزيتورز تو بس يوم يكون برايم برضه، تمام، يعني لازم يكون في اتنين بس. صح، حلو جدا. طيب انا مش فاهم بقى العشرة فيها اتنين ازاي. هقولك دلوقتي. بص يا شباب، المسألة بتقول ان هو بيقول لنا النمبر ده بيتسمى almost prime لو هو عنده بالظبط two distinct exactly، يعني لازم يكون فيه اتنين بالظبط ولا اكتر ولا اقل، two distinct prime divisors. فهنا مثلا الستة والتمنتاشر والاربعتاشر almost prime، ليه؟ لان هما عندهم two primes divisors، يعني اتنين بس، والاربعة والتانية والتسعة والاتنين واربعين لأ. طيب خلينا كده نسيب المسألة خالص ونشوف التست كيسز والكونسترينز وليه اصلا الستة almost prime والاربعة لأ. فخلينا مثلا كده ناخد الستة. الستة دي مثلا الديفايزرز بتوعها ايه؟ واحد واتنين وتلاتة وستة. والاربعة واحد واتنين واربعة. طيب دي عندها كام برايم ديفايزرز؟ اتنين. طيب دي عندها كام واحد؟ واحد بس، فدي almost prime ودي لأ. طيب خلينا ناخد كيس تانية مثلا، التمنتاشر التمنتاشر divisors بتوعها واحد واتنين وتلاتة، وأربعة divisors التمنتاشر ولا لأ؟ لأ. والتسعة والتمنتاشر، حلو. دي عندها كام برايم ديفايزر؟ اتنين برضو، فدي كده almost برايم. طيب خلينا ناخد مثال اللي هو التمانية او التسعة. خلينا ناخد تسعة ماشي. التسعة مثلا الديفايزرز بتاعها الواحد والتلاتة والتسعة بس. طيب دي عندها كام برايم نمبر، كام برايم ديفايزر؟ واحد بس، فدي كده مش almost برايم. ف حد فاهم يعني ايه almost prime؟ طيب حد كده مثلا يقول لنا بقى حل، مثلا طريقة حل مثلا للمسألة دي. كان في حد سأل هي ليه العشرة مثلا بتطلع اتنين، فخلينا مثلا نشوف. هو قال لنا انا عايز اعرف البرايم، ال almost prime between ال 1 وال n inclusive، يعني included، يعني الواحد والاتنين معانا. فهنا مثلا هتاخد الواحد والاتنين والتلاتة والاربعة والخمسة والستة، وعايزين نشوف ايه الـ almost prime فيهم ونطلع العدد بتاعه. طيب احنا قلنا الـ almost prime ده عنده 2 divisors بس، 2 prime divisors بس، فالتلاتة الاتنين مش تنفع، والتلاتة مش تنفع، والأربعة مش تنفع، والخمسة مش تنفع. الستة هتنفع، لأنها هتنفع لأنها عندها 2 في 3، 2 في 3 prime divisor. طيب السبعة مش تنفع، التمانية مش تنفع، التسعة مش تنفع، والعشرة تنفع لأنها عندها 2 في 5، فعشان كده هو طلع اتنين. واضحة؟ واضحة المسألة؟
طيب حد وصل لطريقة حل ممكن نعملها مثلا؟ يقول لنا كده مثلا؟ أو حتى يعني مش صدرك بس. واحنا ممكن نستخدم الطريقة اللي هي بتطلع الأرقام اللي هي بتقبل اسمها بس برايم، ونعدها لو أكتر من 2 نطبع نزود كاونتر يعني. بالظبط ده حل وهيعدي لان الكونسترينز. بص هو الحل ده مش efficient قوي بس ده حل مظبوط وصح واللوجيك بتاعه صح، لان انت هتجيب لي الديفايزرز وتشوف هما برايمز ولا لا، او نجيب على طول البرايم ديفايزرز ونشوف هما اتنين ولا لا. بس احنا ممكن نحلها برضه بطريقه احسن، لان احنا عندنا يعني الحل اللي انت بتقول عليه ده هيكون ان في سكوير روت الان، بس انا ممكن اجيب حل احسن من كده. والكونسترينز عندك 3000 يعني، هو قال تقريبا قال الكونسترينز اخرها 3000، فالحل ده هيعدي يعني. يعني لو جيت مثلا لو جيت حسبت ان هو لو جيت حسبت مثلا ان ال n 3000 في سكوير روت التلاتة هيطلع لك 164000 تقريبا، فده هيعدي هيفت عادي في التايم بتاعنا. بس هل في حل احسن ممكن نعمله؟ هو ده النايف سولوشن وهو فعلا صح يعني عايش غيرلس. بس احنا عندنا حل برضه احسن لو انتوا فاكرين ان سايف يعني. احنا لو جينا مثلا نكتب الارقام، فمثلا 1 2 3 و4، الشيل الواحد دي 2 و3 و4 و5 و6 7 8 9 10 11 11 12 و13 و14 و15. مش انا ممكن اعمل بري كومبيوت او اعدل مثلا على سيف بطريقه معينه بحيث اعرف كل رقم ليه برايم ديفايزر ولا لا؟ فده انا ممكن اعمله. مثلا هنا احنا قلنا السيف يعمل ايه، هيطير المالتيبلز، هيطير الاربعه 6، هيطير الثمانيه، و هيطير الثمانيه، هيطير العشره وال12 وال14. نفس الكلام هنا، هيطير التسعه وهيطير ال12، تمام. 5 هيطير ال15، بس هيبقى 2 و5 و11 و7 13. ده اللي سيف يعمله. طيب انا هنا عارف ان هنا الستة دي مثلا انا ممكن اعدل على سيف بطريقة معينة بحيث اقدر اعرف ان الستة دي قبليها 2 برايمز. مش ده انا ممكن اعمله، فده احنا ممكن نعمل تعديل صغير على سيف بحيث يقول لنا كده. طيب ال10 مثلا هيكون ليها بتتكون من كام برايم؟ بتتكون من 2 و5، فهي ليها 2 برايمز البرايم ديفايزرز بتوعها يعني. ف انا ممكن اعدي على سيف بطريقه بس صغيره واقدر اعمل احسن كل ده. وهنجاوب على الكويريز دي كلها، او مش كويريز، هنجاوب على الانسر بتاعنا في اللي هو ان لوج ان بس، او ان لوج الان، وده هيكون اسرع من اول حل. طيب حاجه زي كده احنا ممكن نعملها ازاي؟ خلينا مثلا ماشي، خلي سيف هنا موجوده هنا اللوج لوج. طيب ثانية المسألة حلوة جدا. مش هو هيدينا الان وهنبتدي نحسب على طول. حلو ماشي. طيب انا هنا خدت الان وخليني اعمل اري. هو قال الان دي اخرها مثلا 3000، فهعمل كونست انت ان مثلا تساوي 3005 مثلا. طيب انا عايز اعدل على سيف بحيث احسب كل الارقام البرايمز القبليه، تمام. فانا ممكن اعمل ايه؟ انا ممكن مثلا اخلي دي انت، تمام، واخلي قيمتها بزيرو، او مثلا ممكن اعمل كده is برايم شيل ده ونشيل ده. طيب انا عايز اعرف كل رقم من عندي من اللي هو من الرينج 3000 ده ليه 2 برايمز قبليه ولا لا. فانا طبعا محتاج امشي على 3000 كله، فاول حاجه هشيل الاي في اي دي، تمام. وبعد كده انا عايز اعرف لو الرقم ده مش برايم، طيب امتى الرقم ده يكون مش برايم؟
لو هو ملوش ديفايزرز، فانا هخلي الاس برايم دي تعبر على عدد الديفايزرز اللي موجوده لكل رقم. فهنا هعمل بس لو هي ملهاش ديفايزرز يبقى ده برايم. تمام، هي برايم لان انا مفيش ديفايزرز. طيب انا محتاج احسب هو في كام رقم برايم قبليه. طيب مش انا ممكن امشي، وهنا برضو محتاج امشي على 3000 كلهم وامشي برضو على المالتيبلز. طب مش انا ممكن اقول ان طالما ان الجي دي المالتيبلز، مش المالتيبلز دي ليها ديفايزرز، يعني هي مثلا لو احنا قلنا 2 والاربعة والستة والثمانية، فالأربعة دي ليها ديفايزر اللي هو الاثنين، والستة دي ليها ديفايزر اللي هو الاثنين، والثمانية دي ليها ديفايزر اللي هو الأربعة والاثنين. فهنا ممكن أحسب إن الديفايزرز بتاعة الرقم ده بلس بلس، أحسب كل رقم ليه كام ديفايزرز بس. وبكل بساطة أنا هكون عارف إن الرقم اللي هو اللي أنا عايز أشوفه اللي هو الأولموست برايم هيكون ليه 2 برايم ديفايزرز بس. فخلينا هنا، أنا كده عدلت التعديل الصغير على سيف. خلينا هنا نعمل سيف مثلا لحد 3005، وهعمل لوب من واحد لحد الان لان هو عايز يعرف الارقام الاولموست برايم. فانا انا حاسب الارقام اللي هي ليها 2 برايم ديفايزرز. فهنا هقول لو البرايمز دي، لو هي اس برايم الاي اللي هو الرقم بتساوي 2، احنا ممكن نخلي دي برايمز عشان تكون واقعية اكتر. انا مش محتاج دي حاليا. برايم وهنا برايم. طيب لو هو ليه 2 برايم ديفايزرز، فهنا هزود الانسر. هنا هيكون عندي مثلا انسر، هزود الانسر مع سي او ترانسفر. طيب نجرب ال10 طلعت 2، وكان في تيست كيس تاني ال21 طلعت 8. طيب هل في حد مش فاهم اللي احنا عملناه ده قبل ما نثبت؟ حد مش فاهم؟ اللي مش فاهم يا ريز هاند يا شباب. ماشي، اتفضل يا يوسف. هو كان ممكن بدل الأرجي البرايم جيت كنا ممكن نعمل كاونتر، لو كاونتر بيساوي الاثنين فنزود الأنسر بس، يعني ممكن على أعتقد طول. ده اه كان يعني حين. ده صح برضو، بس انا يعني قلت اوضح باين. محمد انديل، هو الصوت قطع يا شباب ولا الصوت واضح؟ تمام. طيب خلينا نصمت المسألة دي. هو كود فورسز بيعاني النهاردة. تمام، هي جابت اي سي يا شباب. حد مش فاهم حاجة من المسألة دي؟ لو حد مش فاهم يريز هاند. طيب هنشوف المسألة دي تاني مسألة برضه. معانا 5 دقايق نشوفها فيها. بعتلكوا لينك المسألة في الشات.
اعتقد شغال عادي. انت غالبا خدت الاتنين معاك، شوف تاني كده. شباب شباب كود فورسز ساعات يعني هو في مشاكل كده في النت بتاع وي، ان كود فورسز مش بيشتغل يعني. فانتوا ممكن تغيروا الدي ان اس تخلوه بتاع جوجل يعني، اللي هو 1.1.1.1، او تشغلوا في بي ان عشان كود فورسز يشتغل يعني. المشكله دي بقى لها فتره ولحد دلوقتي ما اتحلتش، وفي ناس عملت ريسيت للراوتر واشتغل عادي يعني. طيب اتفضل يا يوسف. طيب، هو المسألة باختصار إن واحد دينا two integers n وال k، عايز يعرف هل في عدد k integers حاصل ضربهم أو البرودكت بتاعهم بيساوي ال n. لو في فاطبع ال k integers دولت، لو مفيش اطبع سالب واحد. بس دي فكرة المسألة. تمام. طيب عندك فكرة مثلا للحل؟ يعني خلينا طيب نشوف التست كيس مثلا ونراجعها. خلينا مثلا ناخد التست كيس دي. يعني المسألة شباب بتقول اللي هو هيدينا بوزيتيف انتجر ان اوكي، وعايز يقول لنا يعني جيب لي الارقام كي اللي عددهم كي اللي حاصل ضربهم بيساوي الان، واللي هو هيكون جريتر ذان 1 والبرودكت بتاعهم بيساوي ان. فده شبه ايه احنا مثلا خدناه كده؟ حد يرفع ايده ويقول. عبد القادر ده شبه ايه مثلا في اللي احنا خدناه؟ موجود ولا؟ طيب عبد الرحمن ده شبه ايه مثلا في اللي احنا خدناه النهارده؟ أنا مش عارف الصراحة، تمام مفيش مشكلة. ماشي اتفضل يا كيرلس. هو ده شبه اللي هو عدد المقسومات، لو أقل هنتبع سالب واحد، لو أكتر ممكن نضرب لحد ما نوصل للرقم اللي هو عايزه. بالظبط انت قربت، بس هو قال لك ان البرودكت بتاعهم ده بيكوال ان، دي بتشبه عليها مثلا. فاكر لما احنا مثلا قلنا ال 12 دي بتتكون من 2 في 2 في 3 في 3، أيوة، ما أنا قصدي كده، 2 في ما احنا 2 2 هنجيب في 2 كل في 3 مثلا. المقسومات بتاعته بالفريكوانسي بتاعته. بالظبط. طيب اسماء حابه تقولي حاجه؟ طيب هو احنا المفروض هنجيب نشوف الرقم اللي عندنا ده البرايم بتاعته كام رقم، لحد ما نضربهم يعني في بعض يطلع لنا الرقم، ولو هم اكبر من الكي يعني كده هنطبع سالب واحد، لو هم اقل بنطبع كل الارقام اللي قبلها وبنيجي واحد بس. يعني ايه يعني؟ مثلا نطبع اتنينات كتير، والاخر شويه الاتنينات دول نضربهم في بعض،
فيطلع لنا رقم تاني بالظبط عشان زي يجيبنا، اخر كيس بكيس عشان بالظبط. يجيبنا توتال. اه دي فاهم؟ هو في بس حاجه صغيره، ان هو هنطبع سالب واحد لما يكون عدد البرايم ديفايزرز دول اقل من اللي هم ادوهولي اصلا. تمام بالظبط، تمام. هو ده الحل يا شباب. يعني احنا ممكن نجرب نكتبه. طيب كيرلس كده اكتبه معايا، خليك معايا وتعالى نكتبه سوا. يعني هو احنا، انت قلت ان احنا هنجيب البرايم صح؟ البرايم فاكتوريزيشن صح؟ لا، كل هو احنا هو عايز البرايم صح؟ اه بس يعني خلينا، طب خلينا نشرح التست، خلينا نشرح التست. مثلا 1024 دي هو طلعها بكام؟ طلع 2 في 2 في 2 في 64 تقريبا. ثانية، اه طلع 4 اتنينات في 64. حلو. طيب ال 4 ال 1024 دي اصلا عبارة عن ايه؟ عبارة عن 2 في 10، 2 اس 10، 2 اس 10 دي 64. طيب هو عمل ايه؟ هو قال لنا اطبع كي ارقام بحيث ان ضربهم يدينا الرقم ده. فهو كان مدينا الكي بكام؟ بخمسة. فهو راح جاي عامل ايه؟ راح جاي طبع خمس، خمسة برايم ديفايزرز مثلا، هنا طبع خمسة، يعني هو عايز خمسة. فطبع مثلا أربعة من دي، طبع اتنين في اتنين في اتنين في اتنين في 64. فهو هنا طبع العدد بالظبط، ولو جيت ضربت ده هيديك ال 1024. حد مش فاهم المسألة؟ لأن دي الأرقام اللي دي الأرقام اللي بتكون ال 1024، اللي هي زي ما اتكلمنا النهاردة، لأن دي البرايم فاكتورايزيشن. حد مش فاهم التست ده يا شباب؟ يريز هاند يعني وهعيد عادي يعني. طيب تمام. طيب حاجة زي كده احنا ممكن نعملها ازاي؟ يعني احنا عندنا اللي احنا اول حاجة احنا هنجيب البرايم فاكتوريزيشن بتاعت الرقم ده. طيب لو هي اصلا اقل من الكي اللي هي مديها لي، لو هو اقل من الكي اللي هي مديها لي، لو الكاونت بتاعهم اقل من الكي، يبقى كده انا مش عارف اكون الرقم ده اصلا، لان هم عددهم اقل من الكي. فمثلا لو جينا مثلا عملنا 12، لو الان ب 12 والكي ب 5، ده المفروض يطلع كام يا شباب؟ يا شباب هيطلع كام ده الكود ده؟ سالب واحد. بالظبط هيطلع سالب واحد، لان انا هنا ما عنديش اصلا ارقام برايمز تديني عددهم خمسة وتديني 12. فانا اخر اتنين في اتنين في تلاتة بس، فالعدد عندي تلاتة وهو عايز خمسة، فهطبع سالب واحد. نفس الكلام مثلا في اول تست كيس، هنا مثلا هو قال لك انا عايز اتنين، فراح جاي عامل اتنين في 50,000 فاداله ده 100,000. هنا مثلا هتلاقي، هنا مثلا لو جينا جربنا ليه ده بيطلع سالب واحد، هنلاقي ان عدد البرايم ديفايزرز او البرايم فاكتورايزيشن اقل من 20، فطبع سالب واحد، وده احنا شرحناه. فخلينا نكتب كود حاجه زي كده. احنا اول حاجه احنا عايزين نجيب البرايم فاكتورايزيشن صح؟ فخلينا مثلا نعمل فيكتور. تمام، واحنا بنجيب البرايم فاكتورايزيشن زي، نبتدي من واحد من اتنين، نعمل اي في اي، وبنعمل وايل طول ما انا بقبل اسمه، هقسم ال ان دي على اي بس، وهدخل ال البرايم بتاعي في الفيكتور. اللي هو قبل الاسم عليه. طيب وكنا قلنا حاجة صغيرة، ان لو في باقي اسم لسه، فانا متأكد ان الرقم اللي باقي ده هيكون برايم. فلو هو مش بيساوي الواحد، ففي باقي اسم فهدخله برضو في الفيكتور معايا. طيب احنا بعد كده محتاجين نعمل ايه؟ محتاجين نشوف لو السايز، السايز بتاع الفيكتور ده اقل من الكي اللي هو مديهولي. خلينا بس ناخد ال ان والكي. لو السايز ده اقل من الكي اصلا، فهطبع سالب واحد. وهرتر. طيب غير كده انا محتاج اعمل ايه؟ اسماء قالت ان احنا هنمشي بالظبط على الرقم، فاحنا ممكن مثلا نمشي لحد الكي ماينس 1 مثلا، نطبع كل الديفايزرز، او ممكن نخليها الفي دوت سايز ماينس 1،
وهنطبع كل ال divisors. اللي هي بتكون الرقم ده يعني، خليها كي. طيب وبعد كده هيتبقى لي شوية أرقام صح، اللي هي البرايم ديفايزر. أنا متأكد إن البرايم ديفايزرز أو البرايم فاكتوريزيشن ده بيكون الرقم اللي عندي صح. فمثلا هنا احنا قلنا إن 2024 دي عبارة عن 2 في 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 2 اللي هي 2 باور 10. دول كده كام؟ 5. حلو، دول 10. طيب هو دلوقتي قال لي انت تطبع الكيب 5 بس، يعني التست ده هو مديني 1024 و5، فقال لي انا عايزك تطبع لي 5 ارقام بس بيكونوا الرقم ده. فبكل بساطه هو راح جاي يعمل، هنعمل كده بالظبط، وهنستبدلها ب 64 اللي هي 2 باور 5، اللي هي قصدي هنستبدلها ب 2 باور 6 اللي هي 64. فهنا هتكون كده بس، فانا طبعت له 5 ارقام اللي هم بيكونوا الرقم ده. لو جينا عملناها هتبقى 2 في 2 في 2 في 2 في 64. الجزء ده واضح يا شباب؟ فده اللي انا هعمله هنا بالظبط. هروح جاي اعمل كده وهبدأ من الكي ماينس 1. خلينا نكتب لوب عادي احسن عشان الناس تفهم. ماينس 1 في حاجة غلط. تمام، في حد رفع ايده شوية، كان في حد رفع ايده تقريبا. اتفضل يا يوسف. كنت مثلا مش ممكن مثلا نعمل variable ونخزن فيه مثلا كل الضرب ده، بعد كده نقسم ال n بتاعتنا على ال variable ده يدينا اخر رقم. بالظبط، هنعمل كده دلوقتي. مثلا هنعمل الفاريبل ده وبواحد، نبتدي بواحد عشان احنا هنضرب، فلو خدناه بزيرو هيكون الناتج كله بزيرو بس. وهنبتدي نعمل الفاريبل ده، هنبدأ من ال k minus 1 لحد ال array اللي فيها كل ال brains بتوعي بس. وهعمل رود بس، وهنا هطبع بس. ده كل اللي هنعمله بالظبط. خلينا نجرب التست كيسز. تمام مظبوط. هو قال في multiple answers يعني، ف مش شرط نطلعهم نفس الترتيب. هو بس بيشوف ال output اللي انت جايبه ده بيساوي الرقم اللي عنده ولا لأ. فلو بيساويه يبقى التست بتاعك صح، لو مش بيساويه يبقى التست بتاعك غلط. ده مظبوط وده مظبوط. حد مش فاهم اي حاجة قبل ما نصمت؟ حد مش فاهم احنا ليه عملنا كده يا شباب؟ تمام تمام اتفضل اسماء. شانس، هو سؤال يعني فهم المسألة نفسه وهنعرف الصوت بيقطع. معلش، بس هو انا اعرف منين ان هو قصده البريم نمبر؟ يعني هو ضرب كذا اتنين في بعض، بس انا اخدت بالي من التست الاخيرة اللي هو يقصد البريم نمبر. بس لو انا بفهم المسألة يعني ومش عارفة هي على ايه، اعرف منين ان هو قصده البريم نمبر؟ حلو، مش احنا قلنا ان البرايم فاكتوريزيشن ده بتميك اب الرقم؟ يعني لو احنا مثلا قلنا 12، ف 12 دي اصلا ايه البرايمز بتوعها مثلا؟ ليه بيكونوا الرقم صح؟ فلو هنا معانا 2 في 2 و3 دول بيكونوا 12. فايه اللي خلانا نستخدم البرايم فاكتوريزيشن في المساله دي؟ ان هو قال لنا هنا انا عايز البرودكت بتاعهم بيكوال ال n. فاول حاجه فكرت فيها هي البرايم فاكتوريزيشن يعني. هل دي وضحت؟ كان قصدي الحتة دي، يعني منين افكر ان هي البرايم؟ بس لان تمام، يعني سؤال بالظبط ضربهم بإن. اللي احنا عارفين ان احنا ان ضرب البرايمز فاكتوريزيشن بتاعنا هيدينا ال n نفسه، لان ال n لان البرايم فاكتوريزيشن دي هي اللي بتكون الرقم ده. وضحت الحته دي؟ تمام.
تمام، ماشي، خلينا شكرا. نصلي. عفو. هو الجادج بطيء النهارده قوي كده، ليه مش عارف، بس ماشي. طيب هبعت لكم المسألة التالتة لحد ما نشوف، لحد ما ده ميرن. معانا برضو 5 دقايق، والمسألة دي حلوة جدا يعني، فكرتها حلوة تعجبكم. بعت لكم المسألة في الشات. طيب دي المسألة يا شباب. هو غالبا بيعملوا ران تاني للسبميشنز اللي كانت في الكونتست اللي فاتت، عشان كده هو النهارده بطيء قوي يعني. ماشي يا شباب، جابت اي سي. حد عنده سؤال في المسألة اللي فاتت؟ حد عنده سؤال في المسألة اللي فاتت؟ زي الفل. 3 دقايق بالظبط، وممكن حد يقول انا المسألة دي بتقول ايه بقى. طيب يا شباب، كده حد يقول لنا المسألة دي بتقول ايه؟ أو حد فاهم المسألة يقول لنا بتقول ايه؟ يريز هاند.
اتفضل يا ابو سمره. هو دلوقتي إن هو هيديني ليست مش مترتبة فيها الرقمين اللي أنا مدور عليهم وباقي الديبيزيتورز بتاعته. حلو، ان هو مدينا رقمين، هو قال لنا يعني خلينا نقول طيب المساله صح يا ابو سمره. المساله بتقول اللي هو يا جماعه مدينا تو بوزيتيف انتجرز اكس واي، وقال لنا لا اللي انت نسيتهم. حلو، بس قال لنا اللي انت جبت الديفايسز بتوع الواي وجبت الديفايسز بتوع الاكس وحطيتهم في اري واحده، بس انت عايز تجيب الاكس والواي، يعني هو عايز يجيب الاكس والواي ومدينا الديفايسز بتوع الاكس والواي. فخلينا مثلا كده ناخد تيست كيس هنا مثلا. حد مش فاهم المسألة؟ اللي فاهم المسألة طيب يريز هاند. طيب الباقي ما فهمهاش؟ طيب اللي مش فاهمها طيب يرفع ايده. تمام، طيب هو هيدينا ان اللي هو عدد الاليمنتس اللي هو عدد الديفايسز بتوع الاكس والواي، وعايزنا نجيب الاكس والواي دول. طيب خلينا نفكر كده في اول تيست كيس مثلا. نجيبه هنا. طيب هنا مثلا هو مدينا 10 اليمنتس ومدينا 10 واتنين وتمانية والواحد واتنين وأربعة واحد 20 أربعة خمسة، والأنسر كان 20 و8. طيب حد كده مثلا لقى observation معين أو حاجة في المسألة دي يقول لنا كده عليه؟ اتفضل. هو جت فكرة في دماغي إن بما إن الـ X والـ Y موجودين معانا في الـ list، فسهل خالص، سهل جدا إن أنا أطلع واحد منهم على الأقل في البداية، وهو بالظبط هيبقى أكبر رقم، أكبر رقم خالص هو ده، هيبقى الـ X والـ Y. صح جدا، عاش. أمسك بقى الـ divisors بتاعته، اللي هيتبقى منهم أخد أكبر واحد فيهم هو ده الـ Y أو الـ X العادي يعني. صح جدا، هو ده الحل. ببساطة لو انا مثلا جيت وقلت لكم مثلا ان احنا عندنا الديفيزورز مثلا بتوع 20، حلو، واحد واثنين واربعة وخمسة وعشرة وعشرين، صح؟ وهو قال لنا ان الانسر كان 28. طب خلينا نجيب الانسر الديفيزورز بتوع 8، هيكون واحد واثنين واربعة وثمانية. بعد كده هو دخلهم كلهم في بعض في اريه وعمل لهم شفل. طيب هو ابو سمره قال observation صح، قال احنا الماكسيمم element اصلا اللي موجود عندي في الشفل، في الشفل دي اري دي، هيكون هو اول اكس او اول واي. ليه؟ لان انا عندي اصلا ما عنديش divisor اكبر من رقم. يعني مثلا لو جبت لك 12، هل ال 12 ليها divisor 36 مثلا؟ حد كده وجاوب؟ لا. بس ال 20 مثلا ايه اكبر divisor لل 20؟ هي نفسها. فالماكسيمم ايليمنت بتاع الاري بتاع في الاري الماكسيمم ايليمنت في الاري دي هو هيكون اول ديفايس، هيكون الاكس او الواي. يعني الجزء ده واضح، الاوبزرفيشن ده واضح يا شباب؟ اللي واضح بالنسبه له الاوبزرفيشن ده يا ريز هاند. طيب زي الفل. فهنا هو طبع 20 ان ده الماكسيمم ايليمنت. بس ابو سمره قال حاجه برضو كويسه، قال له هو احنا اصلا محتاجين نشيل هنشيل بعد كده الديفيزرز بتوع ال 20. فلما احنا نشيل الديفيزور بتاع 20 هيتبقى الديفيزور بتاع 8. ايه اكبر ديفيزور ل 8؟ هو ال 8. فكده جبت الاكس والواي. دي ببساطه المساله. يوسف ترفع ايدك تقريبا. طيب ابو سمره اتفضل. لا لا صوت حزه لا بس. ماشي اتفضل ابو سمره. هو طب دلوقتي هو لو مثلا اداني 20 و10، فاحنا كده همسح ال 10 بما انها ديفيزور بتاع ال 20، لا هتبقى عندي مش تمسحها، لا انت هيكون عندك 10 مرتين اصلا بتاعت ال 20 وال 10 نفسها، مرتين صح؟ يبقى انا كده تمام، انا همسحها ده بس كده، مش همسحها من الاثنين كده. بالظبط، هقول لك دي هنعملها ازاي. نايس، يعني فكره حلوه برضه. تمام.
طيب حاجة زي كده احنا ممكن نعملها ازاي؟ احنا قلنا ان احنا اول ماشي. اتفضل يا يوسف. هو الحل ممكن ما نستخدمش فيه مثلا سيب او الحاجات دي، ممكن الحل يجي بفور لوب واحدة اصلا. احنا مثلا نخزن الماكسيمم element variable ونشوف ال variable دوت ما بيبقاش الاسم على كام رقم، ونختار اكبر رقم ما بيبقاش الاسم عليهم ونطبع الماكس بس. دي فكره برضو، بس هو ده نفس اللوجيك فعلا اللي احنا هنعمله، يعني ده نفس اللوجيك. بس انت عندك مشكله، يعني هل ال 20 بتبقى الاسم على الثمانيه في اول تست كيس، بما ان ده الجريتست ديفيزور بتاعهم؟ فهي لا، لا فاهم؟ فساعتها احنا هنجيب اكبر هنشيل كل الديفيزور بتاعت ال 20 ونجيب اكبر ديفيزور، ده هيكون الواي. احنا كده اتفقنا، ايوه، ما انت اللي اقصد. ماشي، احنا كده اتفقنا الاكس الماكس هي الماكسيموم اليمنت، صح؟ عايزين نجيب الواي، قلنا هنشيل كل الديفيزورز بتوع الاكس، فالواي هتكون هي الماكسيموم اليمنت الموجوده في الاري، لان انا فهيجيب لي الواي قيمه الواي نفسها، لان اكبر ديفيزور للواي هو الواي نفسها اصلا. واضح؟ انا اقصد انا ممكن تستاندر بيف كونديشن واحد، ان هو لو الاكس ما بيقبلش الاسم على الفي في الاي، خلاص احنا ممكن نطبع الفي في الاي، بس بشرط ان هو يكون الماكس. ما انت عندك تيست زي كده مثلا 20 و10، لو جيت قلت لك هو مثلا، ما قالش ان الاكس بتبقى الاسم على الواي. لا هو ما قالش، هو انت ممكن يجيلك تيست كده زي كده، فاهمني؟ بس فاحنا ممكن بكل بساطة نعمل الحل ده ازاي. خلينا نشيل ده كده. هو قال هيدينا ايه بالظبط؟ هيدينا، تمام، هيدينا ان، ماشي، انا كده باخد الانبوت عادي. طيب احنا محتاجين نعمل ايه بقى؟ احنا ممكن ما نعملش دي اصلا، ممكن مثلا نعمل ناخد الانبوت عادي. طيب انا محتاج داتا ستراكشر، مثلا ممكن تجيب لي ماكسيموم اليمنت وفي نفس الوقت ده مثلا ممكن اريز منها حاجه، فاحنا مثلا ممكن نستخدم الست. حد يقول حاجه؟ اتفضل. طيب كنت هقول لي ديستراكشر والسايد يعني على الست، او ممكن بريود كيو برضه. ماشي، بس احنا هنا هنستخدم المالت سيت، لان احنا ممكن يكون عندنا مثلا دوبليكيتس ال 20 وال 10 مثلا، هتلاقي ال 20 دي ليها ديفايزر شبه بتاعت ال 10 وكده، فاحنا محتاجين نستخدم مالت سيت. حد مش عارف المالت سيت يا شباب؟ المالت سيت هي الست، بس الفرق ان هي بتسمح بتكرار عادي، مش زي الست العادية. فانا هعمل مالت سيت، وهعمل insert فيها. طيب انا محتاج اجيب ال maximum element اللي هو ال x، يعني انا جيت انا دلوقتي جاوبت على ال x، فال maximum element من 6 احنا ممكن نجيبه بالطريقه دي. احنا ممكن نعمل set dot r begin، دي هتجيب لي ال maximum element. احنا عارفين مثلا ان الست دي بترتبهم تصاعدي، يعني مثلا 1 2 3 هي بترتبها كده، فانا محتاج اجيب اخر element set، فهعمل r dot begin، وهنا ده عشان ده pointer فانا عايز اجيب الفاليو بتاعته، فبحط الاستريك دي يعني. طيب بعد كده احنا قلنا هنعمل ايه؟ احنا قلنا هنمسح كل الديفيزورز بتوع الماكسيمم اليمنت، مظبوط؟ مظبوط يا شباب؟ مظبوط. طيب فهنا بكل بساطة هعمل فور لوب، عايز اجيب الديفيزورز بتوع الماكسيمم اليمنت ده، فممكن بكل بساطة اعمل فور لوب من اول الواحد، والاي اصغر من او بتساوي اللي هو الماكسيمم اليمنت، ولو هو قبل اسم على حاجه يبقى همسح من الست الديفيزور بتاعها. طيب احنا عارفين ان الست اصلا لما انت بتمسح حاجه منها تيجي مثلا تمسح فاليو معناها هتمسح كل الفالوز دي، يعني مثلا لو عندي في الست مثلا 1 1 1 3 وجينا عملنا اريز لل1 هتمسح كل دول، فاحنا ممكن نمسح قيمة واحدة بس، اللي احنا نسرش على قيمة واحدة بس ونمسحها. فهنعمل is dot find i، فدي هترتن بوزيشن لقيمة واحدة بس، وهتمسح القيمة الواحدة دي بس. ف احنا دلوقتي هنا ايه اللي هيتبقى؟
هيتبقى الديفيزورز بتوع الرقم التاني، مظبوط؟ فهطبع الاكس والديفيزورز بتوع الرقم التاني، هجيب الماكسيمم اليمنت بتوع الديفيزورز دول، فهيكون اس دوت ار بجان. ممكن نجرب التست كيسز. اه تمام. طيب هو طلع 28. حد يا شباب مش فاهم السوليوشن ده؟ لو حد مش فاهم ما عنديش مشكلة، عادي يعني، عادي. طيب خلينا نصمت. تمام جابت ايزي. طيب حد عنده اي سؤال في المسألة؟ هو انا كانت هتبقى احسن لو عملت الري وعملتها سورت بعد كده اشتغلت على الري عادي من غير ما استخدم ست. مش هتفرق قوي، لان انت السورت ده هياخد كام، هياخد تايم منك قد ايه؟ لوج ال اللوج ان صح، والست برضو الانسرشن فيها لوج ان. فاحنا هننسرت مثلا اكس اليمنت او ان اليمنت، فهيكون برضو ان لوج ان، هي نفس التايم كومبلكس يعني. فاهم الفكرة؟ والست اصلا اسرع في الاريز بكتير يعني، لان الفيكتور مثلا لو انت هتمسح منه هو هيروح يدور على المكان اللي انت هتمسح منه في او اف ان اصلا، بس الست هتمسح لك في لوج ان. فالست داتا ستراكشر كويسه، هتدينا يعني كويسه للمساله دي يعني. فهمت الفكره؟ ماشي. طيب شباب انا كده خلصت السيشن. لو في اي حد عنده سؤال في السيشن او ورا السيشن، يا ريت يعني يقول، يعني لسه معانا وقت، لو حد عايز يسأل في حاجه انا معايا يعني. والمسائل هنزلها لكم بعد السيشن ان شاء الله، هبعت لكم لينك المسائل على الفي جادج، لو محدش دخل الجروب ممكن يقدم فيه. في حد عنده سؤال؟ حد حابب يسأل عن حاجة بره السيشن مثلا؟ العفو. سوري. طيب العفو، تسلم. حد عنده سؤال تاني؟ زي الفل. ماشي. اشوفكم الأسبوع الجاي إن شاء الله يا شباب. سلام الله ينور هندسة حبيبي. سلام. سلام.